Salam alaikum, bonjour, bienvenue dans votre chaîne Vos cours chez vous. Cette vidéo, elle est dédiée à tous ceux qui s'intéressent au programme de la première année baccalauréat. Ou tel bien tel talab diel bzaf diel tlam li tlbouni nhadar bil arabe ou nshrah lihom bil arabiya. Ma ghadich ndkhl alihom bien sûr ou hnaya ma'ahom bach inshallah hada l'am hada yqdrou yjibou nqat mzyanin fil jihawi ou hada houa l'hadaf dielna. دونك غادي نبداو مع لا بواطا ميرفيل. انا كنعرفكم نتوما دابا محتاجين الحاجه اللي هي عندكم زعما مهمه بزاف هو تدربوا وتمرنوا على امتحانات الجهويه السابقه. وانا غادي نقاد لكم هنايا امتحان لو تيكست ديالو بالاسئله تاع لا كومبريونسيون ديال ليتود دو تيكست. غادي تقراو نقرا لكم لو تيكست ونشرحوا لكم بالعربيه منها تاخذوا ان باجاج الكلمه اللي جديده عليكم عافاكم ورقه وستيلو نكتبها ونكتب المعنى ديالها باش كنوجد راسي كنعمر راسي بواحد الفوكابولير اللي غينفعني في لا برودكسيون اكريت. ما تنساوش لا برودكسيون اكريت راه عندكم عليها 10 نقاط يعني حتى هي راه خصكم تخدموها مزيان داكوغ. دونك غادي نشرح لكم النص غادي نشرح لكم الاسئله من بعد غنخليكم ديروا بوز وتخدموا هذاك الامتحان. اون فوا تكملوه غتلقاو الاجوبه غادي نحط لكم الاجوبه كاملين بدون شرح حيت الفيديو فريمون راها طويله وراني عارفه انني طولت مي انا بحالكم حتى انا عييت. نصبروا معليش باش ان شاء الله تكون نتيجه مزيانه. شنو بغيت نقول لكم باقي عافاكم حاولوا تمرنوا بلا ما تنقلوا بلا والو. شوفوا شنو اللي عندكم وشنو اللي ما عندكمش وانا مستعده الحاجه اللي ما فهمتوهاش كتبوها ليا في لي كومونتير ونشرحها لكم في دوطخ فيديو. غندير لكم فيديو اخر خاص بكل امتحان وبالشرح ديالو وغندير لكم لي بيرسوناج وكل حاجه كتعلق بلا بواطا ميرفي. داكوغ نساليو مع لا بواطا ميرفي ندوزو لي زوطخ زوفغ باش تكملوهم ولكن بغيت نتهناو من واحد لوفر كامله عاد ندوزو لواحد اخرى ان شاء الله وعلى بركه الله. غادي نقرا لكم لو تيكست اللي عندنا. ان ماتان نو نو بريباريون بور سورتير. واحد الصباح كنوجدو باش نخرجو. كون كيلكان فرابا لا بورت دو لا ميزون. فداك الوقت دق شي واحد في الباب ديال الدار. il demanda si c'était bien là qu'habitait le معلم عبد السلام. سول كيسول واش هنا نيت فاش كيسكن المعلم عبد السلام. لو تيسخون اللي كيخيط. لي فوازين لوي ريبوندير باغ لافيرماتيف. الجارات الجارات اللي كاينين جاوبوه بالايجاب يعني انه فعلا هنا فين كيسكن. المش ديالي هذا اللي كيهضر ما صدعنا اضطريت نحبس باش حتى يسكت. الوغ نكمل لكم. كنزا لا شوافة أبلا مامير. كنزة اللي هي الشوافة عيطات الأم ديال سيدي محمد. زوبيدة زوبيدة كيلكان فو دوموند. كتعيط لها بسميتها زوبيدة زوبيدة شي واحد كيطلبك على برا كيعيط لك. مامير أفي ناتوريلمون تو تونتوندو ديجا. ماما سمعت كل شيء مسبقا. إل أفي بالي. وجهها ولا صفر إلي دوفوني بال يعني إلي بالي إلي أفي بالي. إل غيستي أو سونتر دو لا بيس أون مان سور لا بواترين سان برونونسي أن مو. إل غيستي أو سونتر دو لا بيس بقات في المركز ولا في الوسط ديال الغرفة ولا ديال البيت ولا ديال لاشامبر. أون مان سور لا بواترين يدها على صدرها مخلوعة سان برونونسي أن مو بلا ما نطقت بحتى شي كلمه. كي بوفي بيان نو دوموندي شكون اللي غادي يسول علينا. ايتي سان ميساجي دو بون اوغور او لو بورتور دون موفيز نوفيل. واش هذا جايب شي رساله اللي مفرحه ولا جايب لينا واحد الخبر اللي هو خايب واللي غادي يقلقنا. بوتيتر ان كريونسي كو مون بير افي توبليي دو نو سينيالي. يقدر شي واحد كان كيسال الاب ديال سيدي محمد وجا يطلب منهم الفلوس ولا جاي يقول لهم عطوني فلوسي ولا هذا. هنا راه كنهضر بلسان ديال سيدي محمد
هنا الا رديتو البال ها بوتيتر هنايا راه كيهضر على الاب ديالو مون بير. عشتو هاد مون بير راه هي من الحوايج لي اون بو افيك ليكيل اون بو جوستيفيي اللي نقدروا نبرروا بهم انها سيره ذاتيه وانها سيت اون اوتوبيوغرافي. داكور. La petite somme d'argent que mon père nous avait laissée avant son départ avait fondu. هذيك داك المبلغ القليل اللي كان خلى لينا الاب ديالنا قبل من السفر ديالو قبل ما يمشي سالات. Les quelques francs qui nous restaient étaient destinés à l'achat de charbon. هذوك الريالات اللي بقاو عندنا راه خصصناهم للاشا للشراء ديال الفخر ولا الفحم. Enfin, ma mère répondit d'une voix qui tremblait légèrement. اخيرا ماما ولا الام ديالي جاوبات بواحد الصوت اللي كيترعد و كانت فيه واحد بحال الخوف كترعد بواحد الطريقه فاش كتهضر. Si quelqu'un désire voir mon mari, dis-lui, je te prie, qu'il est absent. هنا الام ديال سيدي محمد كتهضر مع كنزه قالت ليها الا كان شي واحد بغى الزوج ديالي قولي ليه عفاك راهو غايب ما كاينش. كنزه في لا كوميسيون ا اوت فوا لانكونو كي اتوندي ديغيغ لا بورت دو لا ميزون. كنزه دارت المهمه وهضرات معاه بصوت عالي قالت لهذاك الغريب باللي اللي كيتسنى ورا الباب ديال الدار. Un vague murmure lui fit écho. Un vague murmure. واحد بحال فاش جو murmure همس واحد الهمس مشتت وصلها وصل ليه. Kenza, pleine de bonne volonté, nous le traduisit en ces termes. Kenza, بنية مزيانة ترجمت لينا ولا الى ريبورتي زعما عاود قالت لينا بهاد الكلمات. زبيدة cet homme vient de la campagne il t'apporte des nouvelles de du معلم عبد السلام. cet homme هاد الراجل il vient de la campagne جامل البادية il t'apporte des nouvelles du معلم عبد السلام بلي كي جايب لك هادو معلومات ولا اخبار على خبر على معلم عبد السلام. il dit qu'il a quelque chose à te remettre. كيقول باللي عنده شي حاجه غيعطيها لك. ma mère reprit courage. الام ديالي تشجعات. un sourire illumina sa face. واحد الابتسامه ضوات الوجه ديالها. c'est exactement ce que je pensais. هادشي بالضبط اللي كنت كنفكر فيه. dit-elle en se précipitant vers l'escalier. كتقول هاد الهضره وهي غادية جهة الدروج باش تمشي تعرف شنو هو هاد الخبر اللي جاب ليها هاد الغريب. elle descendit les marches à toute allure. كتهبط الدروج بواحد السرعة. pour la première fois de ma vie je la voyais courir. اول مرة في حياتي كنشوفها كتجري. je la suivis. تبعتها. je ne pouvais pas espérer la gagner de vitesse. Je ne pouvais pas espérer la gagner de vitesse. هنا le verbe gagner, ça n'a rien à voir مع الربح. ولكن المعنى ديال الجملة ككل هو ما قدرتش نوصل عليها بكثرة السرعة اللي كانت غادية بها. ما قدرتش نوصلها. Quand j'arrivais dans le couloir d'entrée, ma mère discutait déjà par l'entrebâillement de la porte avec un personnage invisible. فاش وصلت للكولوار ديال الدخلة تاع الدار، الأم ديالي كتناقش ديجا بادية الهضرة من الفتحة ديال الباب مع داك لو بيرسوناج انفيزيبل هذاك الشخص اللي هو غير مرئي بطبيعة الحال الكاتب ما قدرش يشوفه داكشي علاش سماه ان بيرسوناج انفيزيبل. لومبر ديزي دون فوا رود هذاك الظل قال دون فوا رود بواحد الصوت خشن. الى رديتو البال سماه في الاول لو بيرسوناج انفيزيبل دابا كيسميه لومبر الظل حيت ما شافش شكون هذا اللي معاه كتهضر الام ديالو. il va bien il travaille beaucoup et met tout son argent de côté. il va bien راه لاباس عليه. il travaille beaucoup كيخدم بزاف et met tout son argent de côté وكاع الفلوس اللي كيربحهم كيخبيهم ما كيصرفهمش.
Il vous dit de ne pas vous inquiéter à son sujet. كيقول لكم ما تقلقوش على حسابه هو ولا تفكروا فيه يعني ارتاحوا من جهته. Il m'a donné ceci pour vous. أعطاني هذه الأمانة نعطيها لكم. Je ne voyais pas ce qu'il remettait à ma mère par la fente de la porte. هنا ديما فاش كنرجعوا للجو كنعرف ان هنايا راه لو ناراتور راه الراوي اللي كيهضر راه الكاتب اللي كيدوي باللسان ديالو. Je ne voyais pas ce qu'il remettait à ma mère. ما كنشوفش شنو عطى الام ديالي. Par la fente de la porte. من يعني الفتحه تاع الباب. Ma mère retroussa le bas de sa robe. Retroussa بحال قلتي قفضات هذيك القميص ولا القفطان ولا البيجامه اللي كانت لابسه. Bon, قفضاتها et serra précieusement dans ses plis le trésor que lui remettait l'inconnu. وهي كت فاش قفضات هذيك البيجامه ديالها ولا القفطان ولا البيته ولا peu importe. المهم كتزير على هذاك لو تريزور على داك الكنز اللي عطاها هذاك لانكونو. Il y a encore ceci, dit la voix. C'est tout. يعني كيقولها il y a encore ceci. كاين باقي هاد الحاجة. هذا dit la voix. يعني الصوت اللي هضر. حيت هو ديما تشوفوا كاين عت هذاك السيد بواحد الاسماء حيت ما شافوش. مرة قال عليه الظل، مرة الصوت، مرة لو بيرسوناج انكونو. سي تو. يعني هادشي اللي كاين صافي. وهنا كيسالي لنا هاد لو تيكست ديالنا. دونك اول حاجه الا فهمت لو تيكست والمعنى ديالو كنعرف حتى يعني فين بلاصه غادي يكون هاد لو تيكست. جو بو لو سيتوي. كنقدر ناخذ منه المعلومات باش نقدر نجاوب بطريقه صحيحه على الاسئله ديال الفهم. وهذا راه ديجا شي حاجه اللي هي غادي تعاونكم في النقاط. داكوغ. دونك غادي ندوزو للاسئله. Qui a trouvé l'étude de texte sera la 10 des points. D'accord. Donc la première question, lisez attentivement le texte et répondez aux questions suivantes. Le texte qu'on ou cherchez les compétences arabes, ben je te fais mot. عاد تجاوبوا على لي كيسيون مي ما تعولوش ديما على ما كاينش في الامتحان اللي غادي يترجم ليك اللي غادي يشرح ليك. يعني هادشي الا شرحت لكم وهدرت معكم بالعربيه يعني خصكم تستمروه وتحرفوا الكلمات باش تقدروا من بعد تقراو بوحدكم وتفهموا بوحدكم. داكوغ. بيان سور كنهضر مع الناس اللي عندهم مشكل في الفرنسيه ومازال ما كيقدروش يفهموا مزيان لو تيكست. يعني مفتاح من المفاتيح هو انك تفهم لو تيكست. هادي راه شي حاجه اللي ما كيختلفوش عليها جوج الناس. دونك جو كونتينيو. ريبوندي او كيستيون سويفونت. عندنا لا بروميير كيستيون مفرقه على اربعه ديال الاسئله. كاينه ا بي و سي و دي وكل وحده على 0.25 نقطه. دو كيل اوفر سو تيكست ايتيل تيري. دو كيل اوفر سو تيكست ايتيل تيري. هاد السؤال المعنى ديالو منين خداو هاد الروايه. منين خداو هاد لو تيكست يا ربي من اش من روايه خداو هاد لو تيكست. ا كيل جونغ ابارتيان تيل. لاش من نوع ادبي كينتمي. راه هنا ركزوا مزيان راه كيهضروا على لو جونغ اي نون با لو جونغ ليتيرير ماشي لا ليتيراتور. داكور. ان كيل اني اتيل ايتي بوبليي. فاش من عام نشرات هاد الروايه. كي اوني لوتور. كي اوني لوتور. شكون هو الكاتب ديال هاد الروايه. الا ردت البال هاد السؤال كامل على نقطه واحده وهو اش كنقولوا ليه هذا هو اللي عنده علاقه بلا فيش دو ليكتور. داكوغ. يعني ما خصش اون اوكان كا تزقلوا هاد النقطه. هادي راه خصكم هادي تكون دون لا بوش. مفهوم. ندوزو لي كيسيون اخرين. دوزيام كيسيون. بور سيتوي سو تيكست دون لوفر. Répondez aux questions suivantes. هذا السؤال عاوتاني تا هو على لو فيت دو سيتوي لو باساج. يعني خصك تعرف هذا لو تيكست هذا لو باساج خداوه من اش من شابيتر واش من سيزون. يعني دوك المعلومات اللي عندك تقولهم ليهم على حساب هذا لو باساج وهما عطاوك دي كيستيون باش يعاونوك. دونك كيلز ايتي لي سيركونستانس كي افي اوبليجي Le père du narrateur a quitté sa famille. علاش شنو هما الظروف اللي خلاو الاب ديال الراوي انه يخلي فاميلتو ويسافر. شنو هما الظروف. Où est-ce qu'il est allé travailler. Où est-ce qu'il est allé travailler. فين مشى يخدم. فين مشى يخدم. Quel était son nouveau travail. اشنو هي الخدمه الجديده ديالو. هاد الخدمه اللي مشى يدير اشنو هي عباره عن على شنو.
دونك الا رديتو البال شتو هاد المعلومات راه خصكم تكونوا ضابطينهم، يعني اللي ما ضابطش الرومون راه يقدر ما يعرفش يجاوب على هاد الاسئله. دون سيت اكستري كي راكونت، كندوزو للسؤال رقم ثلاثة، قالك في هاد ليكستري هذا، في هاد المقتطف ديال من الرواية، قالك شكون اللي كيعاود، كي راكونت في نظركم شكون اللي كيعاود هاد القصة؟ او سو باس لا سين، هاد المشهد هذا فين كيطرى؟ المكان يعني او، فاش يقول لك او يعني المكان. دو فيان لوم دون بارل لو ناراتور، دو فيان لوم دون بارل لو ناراتور، منين جا هاد الراجل هذا اللي كيهضر عليه الكاتب؟ كي لافي اونفويي، شكون اللي صيفطو؟ داكوغ، دونك هاد الاسئله هادو كي كتشوفوا راه جاوبنا، راه قلت لكم جوج الاسئله في مره، يعني السؤال الثالث على 0.5 على يا ربي على نقطه راه مفروق على جوج او بي. عندنا السؤال الرابع دو فيان لوم دون بارل لو ناراتور، هذا ا، ودابا بي كي لا انفويي. و غندوزو للسؤال الخامس اللي هو دابري لو تيكست كيل سون لي دو ريزون كي جوستيفي لا فيزيت دو سيت اوم، اشنو هما الاسباب، سببين اللي كيعطيو اللي كيفسروا علاش جا هاد الراجل لعندهم علاش جا، يعني عطيني جوج ديال الاسباب اللي غتكتب ليا كي كيفسروا ليا سبب الزياره ديال هاد الراجل للغريب لهاد العائله الراوي. داكوغ، دونك وديما نرد البال، شتو الباغيم راه كيكون عندكم، كتعرفوا كل سؤال شحال من نقطه عندكم فيها. دور رقم 6، اكي رونفوا لي دو برونون سولينيي دون لو تيكست، عندنا في لو تيكست كاينه عندنا ايل و فو، جوج ديال لي برونون بالضبط في الجمله اللي مكتوبه، ها هي عندنا هنا في التحت، ايل ما دوني سوسي بور فو، ايل ما دوني سوسي بور فو، ديك ايل تعود على من، وهذيك فو تعود على من، دونك ا كي رونفوا لي دو برونون سولينيي دون لو تيكست. رقم 7، il y a encore ceci dit la voix، هاد الجمله هادي سيت انونسي كومبورت، هاد الجمله بغينا نعرفو اش من فيغور دو ستيل فيها، واش سي اون كومباريزون، واش اون ميتونيمي، ولا اون انتيتيز. هنايا الا كنتي مازال ما كتعرفش شنو هي لا كومباريزون ولا لا ميتونيمي ولا لانتيتيز، راه الوقت هو هذا ديال انك تضبط لي فيغور دو ستيل. غادي ندير لكم فيديو خاص بلي فيغور دو ستيل بلوتو اللي كاينين كاملين في لا بواط ا ميرفي، هادي من جهه، ونشرحهم لكم، واخا ديجا راه كاينين دي فيديو عندي في لاشين هنايا اللي فيهم ليبر بول جو بونس، فيهم واحد ثلاثه بعدا ديال لي فيغور دو ستيل ولا اكثر، بون الا قدرتو ترجعوا ليهم. وكيطلبوا منكم دو ريكوبي لا بون ريبونس، تنقلوا لا بون ريبونس، تنقلوا غير يا اما كومباريزون ولا ميتونومي ميتونيمي ولا لانتيتيز. كيسيون نيميرو 8، كو سينيفي ليكسبرسيون سوليني دون لينونسي سويفون، قال لك اش كتعني العباره اللي مسطر تحت منها في لينونسي سويفون، جو نبوفي با اسبيري لا غاني دو فيتيس، je ne pouvais pas espérer la gagner de vitesse، هادي شرحتها لكم قبيله. هنا كيخصك تعطي يعني واحد لا ديفينيسيون ديال هاد ليكسبرسيون قريبه للمعنى ديالها باش يعرفك المصحح انك فهمتي هاد ليكسبرسيون. a votre avis pourquoi la mère discutait-elle avec l'homme par l'entrebâillement de la porte؟ فنادارك، دابا هذا سؤال اللي فيه يعني لو بوين دو فيو بيرسونيل ديالك، يعني الراي ديالك الخاص، قول لينا انت في نظرك علاش الام بقات كتناقش السيد هذاك الرجل هذاك الغريب من فتح هذا الباب، علاش ما خرجتش تهضر معاه في برا ولا تشوفه؟ يعني هنا كل واحد غادي يعطي واحد الجواب شخصي ولا لانتربريتاسيون ديالو هو، يعني كيفاش فهم هذا الموقف هذا، ويكتبوا لينا. داكوغ، السؤال رقم 10، السؤال الأخير، d'après le texte la mère avait entendu elle avait pâli sans pouvoir prononcer un mot، من طلاقا من النص الأم سمعت كل شيء ولات صفرة صفارت ولا لون ديالها شاحب، sans pouvoir prononcer un mot، بلا ما تقدر تنطق بكلمة واحدة. si vous aviez été à sa place، إلا كنتي انت بلاصتها
Auriez-vous eu la même attitude? واش كنتي انت غادي يكون عندك نفس الاحساس ونفس يعني داك الخوف وداك لا بالور؟ واش وجهك غير صفار وغادي تصاب الهلع ولا لا؟ يعني انت هنايا انت غادي تقول لنا اشنو كنتي انت غادي دير بلاصه هاد السيده. وهنا خصكم تعرفوا انهم هنا راه ما كيمتحنوكش يعني بالضروره في لا بواطا ميرفي، مي كيمتحنوا يعني لو ستيل ديالك، لا لونغ ديالك، واش كدير لي فوت دوغتوغراف، واش فهمتي لو نيفو دو كومبريانسيون، واش بعدا فهمتي نتايا هاد السؤال هذا وفهمتي الموقف ديال المراه باش تقدر انك تجاوبهم على هاد السؤال. يعني هنايا شحال من حاجه كي اونتر زعما في ليفالواسيون ديالك، راه كيشوفك المصحح المستوى ديالك في اللغه الفرنسيه عامه. واخا احنا سالينا دابا الاسئله شرحتهم لكم، تاخذ وقتك غادي دير بوز وغترجع لها في لو تيكست تقراه من الاول تفهمه، تشرح الكلمات اللي ما فهمتيهمش وتبدا سؤال بسؤال حتى تكمل، عاد ترجع لا فيديو وغادي تلقى تصحيح كامل ديال هاد الامتحان الجهوي.